وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى، تفضل. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس. تفضل. دلوقتي أنا بتاجر في الأعلاف، تمام؟ هانك الله. شوكولاتة الأعلاف مثلا بتكون 25 كيلو، وهي ما هياش 25 كيلو، فالناس متعودة إن هي بتاخدها بنفس الوزن دول، ولكن مثلا الشكارة ممكن يكون فيها 10 جنيه أو 5 جنيه. عفوا عفوا، الشكارة كم كيلو؟ الشكارة 25 كيلو، وهي حقيقتها كم؟ هي حقيقتها إن هي 25 إلا ربع، 24 ونص. الله يقول في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فتوعد الله المطففين بالويل، وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على مرض في الحديث. أو القول الآخر: تهديد أكيد ووعيد شديد للمطففين، والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء. فإما بعد إذنك بس يعني أفضل. لازم عفوا تبين للناس أن هذا أو هذه الشكارة 25 كيلو إلا ربع، بين للناس. تمام، أنا ببين للناس، بس في برضو بعض الناس مثلا لو جيت بينت ليها تفكرني إن أنا اللي ناقصه. والله يقول لهم كده: هذه على الواقع 24 كيلو ونص. عجبكم عجبكم، ما عجبكم خلاص. بس تمام ماشي.